بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا يا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم، قلب اليمين على الشمال، وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس، ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصين، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام، يخف فيه مطهم قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حده لأحسم، فغدا يهم بأن يصول، فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم، وهوى بجنب العلقم، فليته للشاربين يداف به العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه يا الله بين الخيام وبينه متقسم،
فأكب منحنيا عليه ودمعه يا الله صبغ البسيط كأنما هو عند آم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثى يا آم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمن من لا يرحم أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون لقد ورد في الحديث تكلموا تعرفوا احنا رايحين نبحث الليلة عن عوامل النجاح في شخصية العباس ابن علي عليه السلام اكو مقدمة الإمام علي سلام الله عليه يقول تكلموا تعرفوا يعني الواحد شلون تعرفه هذا عالم لو جاهل إنسان فاهم ناضج لو إنسان سفيه شلون تعرفه لما يتكلم تكلموا تعرفوا إذا واحد تكلم يتبين من خلال كلامه هذا عنده عقل يولا عنده فهم يولا عالم يولا أكو حديث آخر المرء تحت لسانه لا طيلسانه يعني الواحد مو تحت ثيابه واحد شوف ثوابه جميلة مرتبة لطيف الشكل هذا مو ملاك إن هذا رجل صالح أو عاقل أو مو باللباس يعني لا المرء تحت لسانه لا طيلسانه لما يتكلم يتعرفه وحتى هاي القضية الشهادات اللي تعطى بعض أوقات واحد يعطى شهادة دكتوراه وبروفيسور أو ماجستير أو شهادة اجتهاد في الفقه والأصول هذه الشهادات بعض أوقات مو دائما لها اعتبار ودرجة اعتبارية عند أهل الفن والخبرة لا أنت لما تطرح البحث مالك البحث مالك هو اللي يقيمك يعني المجتهد في الحوزة العلمية إذا تبي تعرفه مجتهد لازم يكون عنده منبر بحث خارج المنبر ماله البحث ماله هو الملاك في تقييمه مو ياخذ ورقة من زيد أو عمرو من المجتهدين إنه هذا مجتهد والاجتهاد هم درجات يعني ومراتب تلاحظ شلون فالإنسان يكون يعول على جهد العلمي وبحث العلمي في الحقيقة والواقع هذه الشهادات نوع إمارة نوع قرينة يعني ممكن الواحد يثق بالطرف الآخر لكن أنت تثبت وجودك من خلال بحثك تلاحظ شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه شوف عندنا نهج البلاغة هي كلمات قالها هي خطب قالها فإجوا وصفوا كلام أمير المؤمنين أن كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق واضح ولا؟ فالإنسان يعرف إذا تكلم تقدر تشخص هذا من يا صنف من الأصناف
فهذا هذا 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 ملاك. والملاك الآخر هو مدى التزام العمل بما يقول. عندنا في الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صحيح؟ فإذا واحد يتكلم بكلام معين وهو لا يلتزم به عمليا، هذا هم شدخ في شخصيته، قدح في شخصيته يعتبر. هذا نوع من أنواع النفاق في الحقيقة. فإذا تكلم تعرفه، وإذا التزم بما يقول، هني هم ملاك آخر. احنا نحاول نحلل شخصية العباس من خلال كلمات العباس نفسه. طبعا ورد في العباس روايات عن البيت سلام الله عليهم، كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، هذا كلها على عيني وراسي. كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه يقول اركب بنفسي أنت، يعني الإمام الحسين يجعل من نفسه فداء للعباس. الإمام الحسين معصوم، شلون يقول للعباس اركب بنفسي أنت، يعني أنا أروح فدوة إليك؟ هذا مقام عظيم للعباس، إن الإمام المعصوم يصير فدوة إلي. في زيارات العباس ورد إنه بقتلك قد هتكت حرمة الإسلام، وعادة حرمة الإسلام ما تهتك إلا إذا قتل المعصوم، واضح يوم واضح. بس هذا مقام كبير للعباس، إن بقتله هتكت حرمة الإسلام، هذا مش بسيط التعبير يعني. فهذه شوية لمحة إن العباس له قيمة عند أهل البيت سلام الله عليه، قيمة جدا عظيمة يعني. ولما الحسين أفرد له قبرا خاصا، زين هذه هم لي قيمة العباس، حتى الناس تعرف مقام العباس ومدى علو درجته عند الله. تلاحظ شلون؟ ولا كان بإمكانه أن يدفن مع الأصحاب والسلام، بس هذا إفراد القبر له هذه هم ميزة تعتبر من المميزات. خلنا نقيم العباس من خلال كلماته. شوف مولانا، أول شيء قال، شوف الإنسان لما الشعارات الدلة تطلق، الشعارات هذه مهمة، واحد يدقق فيها شوية. قال لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. هني شنو ركز؟ قال لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، يعني إذا القضية دين فيها، يعني كل هالتضحيات التي بذلها العباس كلها لأجل الدين كانت، مو لأجل قضية نسبية والله هذا أخوي الحسين وأنا أريد أدافع عن أخي الحسين، مع أن الأخوة هذه النسبية لها احترامها طبعا، بس القضية أن أنا انطلقت في هاي التضحيات لأجل الدين. إذن الدين بالنسبة للعباس هو فوق كل شيء، فقيمة العباس وشخصية العباس تكمن في مدى حفظ الدين. معناته شنو؟ معناته احنا لازم نهتم في ديننا، ترى هالتضحيات هذه كلها لاجل الدين كانت، فاحنا لازم نهتم في ديننا لا نضيع ديننا. تلاحظ شلون؟ هذه مسألة جدا مهمة. وانت راح تسأل في القبر إذا جاءك الملكان يسألانك عن دينك، إذا أنت راح تسأل عن الدين. عليكم السلام. يوم القيامة كذلك راح معرض للسؤال أنت،
عن دينك، تدين بدين من أنت؟ طبعا الدين هو بمعنى الطريقة، لكم دينكم ولي دين، يعني لي طريقتي ولكم طريقتكم. والدين يأتي بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. معناته شنو؟ يعني أنت كل عمل تقوم برح تحاسب عليه يوم القيامة، لازم تعد جوابا لكل عمل تعمله في هذه الدنيا، والدنيا هي مزرعة الآخرة. ووجدوا ما عملوا شنو؟ حاضرا، يعني نفس العمل هذا اللي أنت تقوم به سوف يتجسد لك يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا شنو؟ حاضرا. فأنت الدين هذا لازم تهتم فيه. الدين شنو هو؟ الدين شنو هو؟ الدين هو وصفة لتنظيم شؤون حياة الإنسان في جميع الأبعاد، عقائديا، سياسيا، اقتصاديا، سلوكيا، أخلاقيا، زي مجموعة من النظم تنظم شؤونك أنت في الحياة الدنيا هذه، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع جيرانك، صلاتك، صيامك، هذه كلها دين. يعني نقدر احنا نوجه العبارة بطريقة نسميها مثل ما يقول حديث العلم ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول العلم ثلاثة: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. يعني آية محكمة نقدر نصنفها في مجال عقائد، العقائد، أصول الدين، التوحيد، العدل، الإمامة، النبوة، الإمامة، المعاد، العقائد. آية محكمة ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة. قل هو الله أحد، هذه آية محكمة. وفريضة عادلة، يعني شنو؟ الأحكام الشرعية، الفقه، زين، المعاملات، العبادات، الأحكام الشرعية، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، الخمس، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المسائل الشرعية، الزواج، الطلاق، الإجارة، المساقات، المزارعة، الصلح، القصاص، الديات، هذا كله يسمونه فريضة عادلة. حين الصلاة مو فريضة، الصوم مو فريضة، إقامة الحدود مو فريضة، الأمر بالمعروف مو فريضة، هذه كلها فريضة عادلة. عادلة يعني وضعت في محلها. العدل هو وضع الأشياء في مواضعها. وسنة قائمة، سنة قائمة يعني الآداب والسنن، يعني الآن للجماع آداب، للأكل آداب، للشرب، هذا الشرب الماء له آداب، مثلا المستحب في شرب الماء تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتمص الماء مصا لا عبا، وفي ثلاث أنفاس، مو اكو ناس هالشكل يفتح فمه وصبب الماء هالشكل، لا مو ده غلط، يستحب شرب الماء في ثلاث أنفاس، تشرب تتنفس تاخذ نفس، وتشرب وتاخذ نفس، في ثلاث أنفاس يستحب شرب الماء، وتقول سلام الله عليك يا أبا عبد الله، لعن الله قاتل الحسين. في كل شيء أكو آداب وسنن، السفر لآداب، تقليم الأظافر إليه آداب، النظر في المرآة له آداب وسنن. فالدين هو عقائد وأحكام فقهية
وآداب وسنن. هاي ثلاث أبعاد أنت لازم تهتم فيها، إني أحامي أبدا عن ديني. الدين بهالأقسام الثلاثة لازم تهتم في أمور دينك. شلون تهتم في أمور دينك؟ أولا لازم تسوي لك برنامج تثقيف ذاتي، يعني لازم تطالع كتب وتقرأ كتاب في العقائد مثل كتاب حق اليقين في وصول الدين للسيد عبد الله شبر، خوش كتاب. في القضايا الأخلاقية والآداب والسنن كتاب حلية المتقين مثلا للعلامة المجلسي، كتاب السعادات جامع السعادات للعلامة النراقي، هذا في الأخلاق كل الزين زين. في قضايا الفقه والأحكام الشرعية رسالة عملية تأخذها لأحد الفقهاء الجامعين لشراط التقليد زين، مختلف أكو الرسائل الفقهية موجودة زين، في منها مبسطة العبارة، في بعضها معقدة العبارة، فأنت تشوف ياهو الأنسب لك وتأخذه وتقرأ. فلما يقول إني أحامي أبدا عن ديني، يعني أنت شنو نستفيد إحنا من هالكلمة؟ إن أنا لازم أهتم في ديني. شلون أهتم في ديني؟ لازم أقرأ ديني أول، لازم أتثقف في ديني، لازم أتفقه في ديني. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليت الصياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. شو الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الكمال كل الكمال في ثلاث، يعني تب توصل إلى مرحلة الكمال اللائق بشأنك، والإنسان هدفه من الوجود أن يصل إلى حالة كمال لائقة بشأنه. يقول طريق الكمال هذا ثلاثة، شنو؟ التفقه في الكمال وكل الكمال في ثلاث: التفقه في الدين، وتدبير المعيشة، والصبر على النائبة. إذن جزء منه تفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن تفقه في الدين، شلون تهتم في دينك؟ أول مرحلة للاهتمام هو التفقه، لازم تتعلم عن طريق القراءة، عن طريق السماع، تأتي تستمع إلى العالم في المجلس، في الحسينية، في المسجد، بالأخير عندك سمع. هو الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، فأنت هاي الطاقات اللي عندك من سمع وبصر وفؤاد كلها لازم توظفها لأجل فهم الدين. البصر تقدر تطالع الكتاب، تقرأ القرآن، تقرأ الأحاديث أصول الكافي، بحار الأنوار، مرآة العقول للعلامة المجلسي، هذه تطالع الأحاديث، تقرأ قرآن يوميا علق في اليوم 50 آية، تتدبر الآيات هاي. وحامي عن ديني، انت شنو يعني؟ لازم انت تستفيد من هاي القضية ان تهتم في دينك، تثقف في دينك، هذه مسألة مهمة زين. ليش؟ اذا ما تهتم في دينك وما تقرأ في دينك وما تتفقه في دينك، شنو القضية؟ سوف تبقى جاهلا، وإذا بقيت جاهلا بدأت المشاكل. الإمام علي سلام الله عليه يقول الجهل رأس الشر كله، والعلم رأس الخير كله. شوف ايش قد المسألة عليه السلام. إذا ما تتفقه راح تكون جاهل، والجاهل خطر. شو يقول إمام علي؟ رأس الشر كله، الجهل رأس الشر كله.
وفي الحديث لا عيش إلا لرجلين أو لاثنين، عالم مطاع أو مستمع واع. واضح ولا؟ فهذه مسألة مهمة، إن التضحيات هذه كلها لأجل الدين. الدين شنو؟ هاي ثلاث أبعاد. شنو موقف يعني؟ لازم أقرأ، أطالع، أستمع في ما يخص هاي الأبعاد الثلاثة. وقضايا العقائد هم مهمة. في هناك مو بس أنت تطالع عقائد، لازم تطالع بعد الشبهات العقائدية. أكو هناك شبهات يوردها الأعداء، هذه ممكن أنت هم تتورط فيها، فلازم يكون عندك مطالعة دقيقة حول رد هذه الشبهات. قال إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. إذن كأن الدين هذا اللي أنت راح تتثقف به وتتفقه به لابد من وجود إمام كذلك، وهو اللي يقود العملية الدينية هذه. يعني ما ممكن أنت في التفقه في الدين هذا أن تستغني عن وجود الإمام المعصوم. واضح يا واضح؟ ولا ليش يقول حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن وجود الإمام مهم حتى أنت لا تموت ميتة شنو؟ جاهلية. الآن إذا واحد يبي يتفقه في الدين ولم يستعن بالإمام المعصوم بالأئمة في فهم الدين هذا، ممكن يتخبط كما تخبط الكثير من الناس. وجود الإمام هذا يعتبر شرط لقبول الدين نفسه. إذا تتذكر حديث السلسلة الذهبية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. في نيشابور لما راح مشهد في هالمنطقة هذه اجتمع علماء العامة يريدون منه حديث، فقال لهم هذا الحديث كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني شنو؟ أمن من عذابي. بعدين مشى الإمام خطوات فأخرج رأسه من الهودج فقال بشرطها وشروطها وأنا شنو من شروطها. يعني شنو وأنا من شروطها؟ يعني أنا الإمام. يعني شنو؟ مو حامي بس عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يعني وجود الإمام هذا هو شنو؟ عنصر مهم لقبول شهادة لا إله إلا الله. ليش؟ لأن أنت ممكن تتخبط في القضايا العقائدية. شو تقول في زيارة الجامعة؟ ومن وحده قبل عنكم. يعني اللي يريد يوحد الله لازم يأتي إليكم يأخذ شنو؟ طريق المعرفة منكم. يعني أنتم شنو تقولون عن الله هو لازم يأخذ. شنو تقولون في القضاء والقضاء؟ القضاء والقدر عنكم ياخذ. في توحيد الله شنو تقولون؟ لازم عنكم. شو تقول الإمام علي شو يقول عن الله؟ واحد لا بعدد.
أحد أو واحد لا بعدد، يعني الله مو واحد عددي، لأن أنت لما تخلي الله في الأعداد الواحد العددي له ثاني وثالث ورابع، صحيح ولا مو صحيح؟ فالله مو واحد عددي. شو قد معنى مهم؟ واحد بمعنى شنو؟ أنه لا نظير له ولا شبيه، هذا معناته. شوف شو قد عميقة القضية دي. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يعني شنو؟ وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يعني الله مو مثل البشر، صفات الله مو كصفات البشر، وهني وقعوهم في التجسيم. الآن كثير من المسلمين مجسمة صاروا، جعلوا لله جسم، بس هني مدرسة الإمام علي. شوف الإمام المعصوم رسم لك الفكرة الصحيحة عن التوحيد، يقول لا ما تقدر تخلي الله جسم، لأن إذا صار جسم صار محدود، وإذا صار محدود صار فقير لأنه يحتاج للحدود هذه، وإذا صار محتاج لم يصلح للألوهية، لأن الله يجب أن يكون غني بالذات، صحيح مو صحيح؟ فإحنا وقعنا في اشتباهات عقائدية يعني. واحد يجي يبي يتصور الله، شلون الله شكله؟ يجي الحديث عن المعصوم، يا من لا يعرف من هو إلا هو، يا من لا يعرف كيف هو إلا هو، يا من لا يعرف أين هو إلا هو. شوف جت لك الكلمات من المعصوم هذه حلت لك المشكلة الذهنية هذه، واضح يا مولانا؟ فأنت لازم تستعين بالإمام المعصوم حتى تفهم دينك، ولا تتخبط تصير لو مجسمة مثل ما صاروا، أو تصير معطلة تقول الله خلاص فوق الإدراك فإحنا بعد خلاص نعطل كل شيء. لا، ما يصير تعطل. الله هو ليه صفات؟ هو الله الخالق البارئ المصور، عدل ولا؟ إذن ثبت خالق بارئ مصور. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. إذن أكو صفات قاعدة تصف الله. ذول المعطلة يعني شنو معطلة؟ إجوا قالوا بس أكو في شيء اسمه الله والسلام، بعد ما أكو داعي أنت تجي تصفه بهذه الصفات، صاروا معطلة للصفات. ليش؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا كنه الذات الإلهية. ها؟ خب ما حد يقدر يدرك كنه الذات الإلهية. لما ما قدروا يدركون كنه الذات ولا حتى كنه الصفات أنت تقدر تدركها بعد، فقالوا خلاص نعطل. فحتى لا تقع أنت في شبهة التجسيم ولا التعطيل تحتاج لمنه؟ لموجه لك في القضايا هذه. ومن وحده قبل عنكم، إذن الشخص الذي لا يلجأ لأهل البيت في قضايا التوحيد هذا ما ممكن تعتبره موحد واقعي. واضح يا مو واضح؟ وهؤلاء الذين الآن لم يلجأوا لأهل البيت، إحنا نحملهم أن ظاهرهم إسلام، لكن هم ضالين في الحقيقة، لأن ممكن يعبدوا الله على صورة ذهنية مشكلة في ذهنه. واضح يا واضح. صلى على محمد. فضروري الإنسان مو بس دين، أنت لازم تهتم في الإمام مالك اللي تنتمي ليه. في أي قضية أنت تمشكلت فيها في دينك لازم ترجع ليه حتى يحلها ليك، هذا حجة من الله عليك. فإذا لا يمكن قبول دين من دون وجود إمام معصوم،
ولهذا جاء الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هم تركوا العترة ضلوا، قالوا بس حسبنا كتاب الله، صحيح ولا؟ كما قال عمر لما أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يحضر له دوات وكتف ليكتب لهم كتاب لا يضلوا، فقال شنو؟ إنه ليهجر، وقيل إنه قال غلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله، صحيح؟ إذا أنت تقول حسبنا كتاب الله، إذن الصلاة الآن وأقيم الصلاة، شلون نصلي؟ كم ركعة صلاة الصبح؟ القرآن ما بينها. كم ركعة صلاة الظهر؟ القرآن ما بينها. الحج الطواف كم شوط؟ القرآن ما بينه. ولله على الناس حج البيت، لكن شلون كيفية الحج؟ القرآن ما بينه. إذن القرآن مو كافي، هذه كلمة حسبنا كتاب الله ما يكفي يا نور عين، صحيح ولا؟ لازم يجي لك إمام معصوم، السنة تأتي تبين الصلاة كم ركعة، الحج الطواف كم، الزكاة كم، لازم تبين له كله. إذن بيقول إحنا نقبل السنة، السنة بنقبلها، بس عمر ما قبل السنة، واضح يعني؟ ما قبل. زين السنة دي من يرويها الحين؟ الأصحاب، الصحابة، زين كل زين. الحين الصحابة كلهم ذولين فيهم منافقين ولا؟ بعد تروي عنهم؟ ما يصير خير. فلازم تروي عن من؟ عن الإنسان الأمين السليم النظيف الثقة، عدل ولا؟ فمن هو الإنسان السليم الثقة اللي يعادل نفس رسول الله؟ هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو أعلمهم بالكتاب وعند علم الكتاب كما فصلنا. فأنت تأخذ السنة ترويها من من؟ ترويها من أولئك الذين هم شنو؟ عدل الكتاب الذي نزل القرآن في بيوتهم، اللي هم أقرب للنبي، صحيح لا مو صحيح؟ هذا تطمئن لهم أكثر من واحد آخر من الصحابة، واضح لا مو واضح؟ أنت غير عاقل، العاقل غير يختار الأفضل والأحسن في كل شيء. فأنت حل لو خيرت بين الإمام علي وأنس بن مالك، تختار منه؟ حتى أنت تبي تطمئن، هذا الحديث عن النبي جاء عن الإمام علي وهذا جاء عن أنس، أنت تطمئن لمن؟ تطمئن للإمام علي أكثر من أنس، صحيح مو صحيح؟ لأن الإمام علي عنده علم الكتاب كله، وقال أعلمكم علي، أقضاكم علي، عليون مع الحق والحق مع علي، كلها 300 آية نازلة في علي. فأنت تطمئن للأخذ من علي أكثر من أنس، صحيح يا موسى؟ فإذا لما قال والله لو قطعتموا يميني إني أحامي أبدا عن ديني، مكتفى بس بديني، قال وعن إمام صادق اليقين. إذن الإمام هنا مكمل للدين، واضح؟ شوف العباس هذا دليل شنو ده؟ ده دليل علم العباس، فهم العباس، عبقرية العباس، هذا مو كلام واحد عادي، واضح لا مو واضح؟ شوف الحين شوف المستويات أكو، زين مستويات أكو. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا من الدعي. خوش شعار، شعار محترم، بس لما تقايسه بشعار العباس لا، درجة العباس أعلى، صحيح لو مو صحيح؟ قول لي صحيح لو مو صحيح؟ هذا ما مو زين. زين تالله لا يحكم فينا من الدعي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، كل زين، شجاعة بطولة، ما نقبل هذا من الدعي يحكمنا، كل زين. بس ذاك لا، أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي، لا غير ديني هنا يطلع.
قاعد يطرح قضية عقائدية اللي من أجلها الحسين تحرك أصلاً. فهذه قضية جداً مهمة. فإذا أنت عندك إمام، الحين إمامك منه الآن الإمام اللي أنت لازم ترتبط به، الإمام الحجة سلام الله عليه، صاحب العصر والزمان، أنت شنو مهتم فيه تسأل عنه بيا حال هو الآن يو لا؟ في علاقة بينك وبينه؟ لو لا. ترى احنا عندنا إهمال، إهمال جدا فظيع في القضية دي. أنت في دعاء العهد شو تقول؟ اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضايا حوائجه والممتثلين لأوامره والسابقين إلى إرادته والمحامين عنه والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباطن. إذن أنت لازم تتوقع مجيئه، على الأقل عندك نوع اتصال إياه تدعو ليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. لازم يكون عندك علاقة إياه، تقرأ دعاء الندبة، تقرأ زيارة، تقرأ سورة ياسين. هذا الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، المرجع المعروف، يوصي إن كل يوم أول صبح تقرأ سورة ياسين وتهدي ثوابها إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. لازم يصير نوع ارتباط بينك وبين الإمام. مو أنت دائما تستنجد بالإمام، يا صاحب الزمان أدركني أدركني أدركني، الغوث الغوث، الساعة الساعة، العجل العجل العجل. فلازم يكون عندك شوية مطالعة حول الإمام. هذا كتاب مكيال المكارم كل الزين الواحد يقرأ في فوائد الدعاء للإمام سلام الله عليه. زين، فهني العباس انت تعرف مدى قيمته مدى علو شأنه لما قال ذي الكلمة، وحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. زين، هذه كلمة العباس، إن الدين بالنسبة له كل شيء والإمام بالنسبة له كل شيء. وفعلا الناس الآن لو فعلا تمسكوا بالدين وبإمامهم لنجحوا، يولا كان نجحوا. بس الناس بعضهم ابتعدوا عن الدين، بعضهم ما فهموا الدين، بعضهم ما يعرف حتى إمام زمانه، ضلوا. فالعباس قاعد يأكد على أهم نقطة تنجحك أنت دنيا وآخرة، يكون عندك دين سليم وإمام سليم. أنت الحين كم مسلم؟ مليارين مسلم، صحيح؟ مليار ونص. ذولا في كثير من أعمالهم عقائدهم لأنه ابتعدوا عن الأئمة فلم يوحدوا توحيدا واقعيا، ومن وحده قبل عنكم. فعندهم إشكالات في العقائد حتى في الدين. شوف أنت أكو مسألة جدا مهمة، احنا عندنا في الحديث طوبى لمن كانت أمه عفيفة، صحيح يا مو صحيح؟ يا
يعني ترى العباس من أحد عوامل نجاحه علاوة على هاي الثقافة الدينية اللي عنده وهذا البعد العقائدي، إنه أبوه أمه أبوه علي الإمام علي وأمه أم البنين. فإذا الاختيار السليم هذا عندنا في الحديث من حق الولد على والده أن يختار له أما صالحة قبل الزواج. قبل لا تتزوج لازم تفكر في الولد نفسه، هل اخترت له حضنا طاهرا أما عفيفة حتى تربي تربية سليمة؟ واضح له لا؟ لأن عندنا حديث الولد يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأب والأم لهم دور في تربية الولد وإصلاح الولد، فعملية الاختيار جدا مهمة دي. والإمام علي اختار له أما صالحة، صحيح يا مو صالح، اختار لأم البنين. فأنت كذلك لازم تحسن اختيار الزوجة، والزوجة لازم تحسن اختيار الزوج، لأن سوء الاختيار هذا راح يأثر على العلاقة الزوجية ويأثر حتى على الأولاد، وممكن سوء الاختيار هذا يحطم العائلة من الأساس كما صار. واضح يا واضح؟ فحسن الاختيار جدا مهم. ولهذا جت الروايات اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذه جدا مهمة القضية. أنا ما أريد أفصل في هذا الموضوع وايد، بس أريد أقول لك إن حسن الاختيار مهم. بعض الشباب ما يعرف يختار، حتى في القضايا الجمالية يقول أنا أريد امرأة جميلة، زين شنو مقاييس الجمال عندك؟ ما يعرف. بينما الروايات عندنا تغطية كاملة عند الموضوع، شنو مقاييس الجمال؟ سمالي تذكرها في حلقات كثيرة ذكرتها، مع أن البحث جدا مهم واستراتيجي. زين يعني شوف، حتى لون المرأة، اللون لونها، هذا اللون، اللون ليه دور في السعادة الزوجية؟ اللون ده، اللون. الإمام علي سلام الله عليه يقول تزوجوا سمراء عيناء، وإلى بعض المواصفات. بعض القضايا في المرأة هي لها دور، إحنا من يدري؟ شوف ليش أقول لك تثقف في دينك، ومن ضمنها الآداب والسنن. اختيار خاطئ يؤدي لدمارك دنيا وآخرة، تدري ولا؟ يعني ترى كثير من النساء ساهموا في اعوجاج امه كامله. زين، امراه ساهمت في سفك دم 18,000 في حرب الجمل. مو شي بسيط. المراه ممكن تدمر امه بكاملها. من اللي سمى الامام الحسن جعده؟ من اللي سمى الامام الجواد ام الفضل؟ والله لا، بعض اوقات شوية ما تختار بشكل صحيح تتدمر. طوبى لمن كانت أمه عفيفة. الطرف الآخر مو في القضايا العقائدية تخبطوا، حتى في القضايا الفقهية تخبطوا. يعني الآن طواف النساء، غير عندنا طواف النساء، هم ما عندهم طواف النساء. وإذا واحد ما يطوف طواف النساء زوجته تحرم عليه، صحيح يا مو صحيح؟ فإذا هذا زوجته تحرم عليه ويروح جامعها وتنعقد النطفة ويطلع الولد للوجود، ده الولد شنو حكمه؟ ها؟ ولد شبهة؟ المهم يعني أكو مشكلة هني. النسل هذا إذا في انعقاد نطفته إشكال، هذا ما يتوفق لا في أخلاق لا في دين، مشكلة، قسوة قلب تصير عندهم. واضح يا واضح؟ فالتخبط الفقهي وايد مشكلة.
اكو قضايا السنه ما لي دثيرها ان شاء الله اذا صارت. صلى الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اذا العباس سلام الله عليه بالنسبه للدين وامام اهم شيء اللي هو هذا قوام الحياه في الحقيقه. زين خلنا نشوف هل امتحن بالقضيه دي وفاز في الامتحان يولا؟ اكو كثير منا يدعي انا دين الاسلام والامام المهدي هو امامي، لكن اذا محصوا بالبلاء شنو قلد يعني. صحيح مو صحيح؟ الناس الامام الحسين سلام الله عليه يقول الناس عبيد الدنيا والدين شنو لعق على ألسنته. إذن بعض الوقت هذا الدين وحتى الإمام نفسه لعقون لعقون. يعني تشوف واحد حتى شيعي بس مخربط أخلاقيا، فاسد أخلاقيا، ما عنده ورع. علش الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ليش يقول هذا الكلام؟ مو انت خلاص بعد دينك دين تمام وامام معصوم وتعتقد به، صحيح ولا لا؟ انت هذا درجة، هاي مرحلة، لازم بعد توصل نفسك لمرحلة اكبر. شيعتنا شنو يقول امام باقر؟ شيعتنا من اتقى الله واطاعه، صحيح ولا؟ شنو الفائدة أنت الإمام عندك الإمام يأمرك بأوامر وأنت ما تمتثل لها؟ الإمام الحسن سلام الله عليه يقول شيعتنا من ائتمر بأوامرنا وانتهى بنواهينا، صحيح مو صحيح؟ أحن شيعي يؤمن بالله وهذا كله يؤمن به بس يأكل ربا، يزني، ينظر إلى النساء الأجنبيات، يصافح المرأة الأجنبية، يغتاب الناس، يتهم بالباطل، ما سوينا شيء، ما سوينا شيء، صحيح ولا؟ أنت هذا مخلي لك الإمام، الإمام علي سلام الله عليه يقول، يقول لكل مأموم الإمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، يقتدي به، يعني شنو يقتدي به؟ يعني شنو يسوي الإمام أنت تسوي، صحيح ولا؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول من أحبنا فليعمل بعملنا. أما إذا كنت جيت أنت والله الإسلام ديني، محمد النبي، علي إمامي، الحسن إمامي، الحسين إمامي، إلى آخر كله إمامي، لكن أنت ما تحترم أبوك، ما تحترم أمك، ما تصل الرحيم، تأكل أموال الناس بالباطل، 50,000 واحد يطلبك فلوس، تعطي شيكات بلا رصيد، تغش في المعاملة، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ تقص علي أنت يا نور عيني يا خلف شبدي، بتقص على الإمام علي، هاي بتقص يعني تخدع، إن البحرينيين تقص يعني تخدع، ماكو؟ إيه إيه. صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعينوني بورع واجتهاد. لهذا أنا يعني أدعو الإخوان الذين يتشيعون ويدخلون إلى عالم الهدى، هذا هدى أهل البيت، ينتقلون إلى مرحلة أخرى كذلك، أن يصلون إلى مرتبة من التشيع هي في هاي الدرجة، ورع واجتهاد وعفة وسداد. واضح يا إخوان؟ يعني هذه مرحلة جدا راقية، لأن نكون شيعة من الدرجة الأولى، وهذا هو المطلوب. العباس تعرض لامتحان في القضية هذه. ليلة العاشر من المحرم جاء الشمر، لعنة الله عليه، شمر
ابن ذي الجوشن قال أين بنو أختنا؟ أين العباس وأخوته؟ شوف امتحان. أكو آية عندنا في القرآن خوش آية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. أنت مو بس تقول إيمان، الله يمتحنك في ذا الإيمان، شوفك تصمد مع الإيمان هذا يا ولا. فالله يمتحنك يشوف إيمانك هذا يصمد يولا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ العباس أكد على قضية الدين والإمامة، إزاي الحين راح يمتحن؟ فإجا شمر قال أين بنو أختنا؟ أين العباس وأخوته؟ فأعرضوا عن ما جاوبوا. هذا شمر هذا من يجاوبه؟ بس الحسين إمام معصوم، إمام يعرف الأصول زين، ومهم أن يكسب العدو مثل ما بينا في الليالي السابقة. فقال أجيبوه وإن كان فاسقا. حلو، تعلم الشغلة هذه، كل كلمة بيها دروس. هذه مو كل واحد فاسق أنت تعرض عنه، مو صحيح. أنت على الجاي لمنه؟ غير تهدي الفاسقين، غير تصلح الفاسقين، صحيح ولا؟ إذا أنت بس تريد تقعد وتجلس مع المؤمنين وتتناصح يا المؤمنين، على ذول الفاسقين من لهم؟ صحيح ولا؟ شيخنا ذولا أهل مخدرات وأهل فسق وفجور، روح تقرب لهم، سويهم حوار، اصلحهم، صحيح ولا؟ مو صحيح ترك هؤلاء. فقال أجيبوه وإن كان فاسقا. سبحان الله، لعله يهتدي. أنت ابذل المحاولات ما يضر. فجشمر فقال للعباس وأخوته أنتم آمنون ولا تقتلوا أنفسكم مع الحسين وادخلوا في طاعة أمير المؤمنين يزيد لعنة الله عليه. يعني شنو؟ يعني اترك الدين، اترك الإمام، صحيح ولا؟ والحال هذا يقول أحامي عن ديني عن إمام صادق، هذا الشعار ماله، فلازم يصير قول وفعل، صحيح؟ مثل ما تقدمنا بداية البحث، شلون نقيم الواحد من خلال كلماته ومدى التزامه بما يقول؟ مو اللعق نصير، لا، هذا أكبر امتحان للعباس. وفي بعض الروايات شفت ان في كتاب من ابن زياد خاص بهالامان هذا اعطاه شمر. يا الله، يعني الان العباس مخير بين النور والظلام، بين الجنه وجهنم. انتم ابن خوش اغراء، ليش أنت مولانا تورط نفسك في هالقضايا وتقتل؟ وراك مستقبل وعندك أولاد وعندك زوجة وعندك أموال وإلى آخره. الدنيا تغري، الدنيا الإمام عليه السلام عليه لخص الدنيا في جواب واحد لمعاوية، قال له الدنيا تغر
وتضر وتمر. واضح يا يعني؟ هم تغر الواحد هم تضر الواحد هم تمر بسرعة، 70 سنة وتنتهي، 60 سنة وتنتهي. هم بعد أكو ناس يموتون بالسكتة سريع، أكو بعض الشباب يتزوج بعد 6 شهور مات، شو صار بي؟ قال سكتة. شاب شاب الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. كان النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير طائشة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. هذا امتحان، أترك الحسين، أنا جاي لأجل الحسين، لأجل قضية أتركها. فشنو قال عباس؟ انتون تقول عباس حار، يعني حار المزاج، هو صح ترى الكلام ده يبين في كلمات. الحين بقول لك شنو قال. فقال له العباس لعنك الله. الله، يعني بدأ باللعن، أسس لثقافة اللعن، كل لعن كلام الحين، كل لعن. قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتريدنا أن ندخل في طاعة اللعنة وأولاد اللعنة. سوى يعني شنو في طاعة اللعنة وأولاد اللعنة؟ مو أكو عندنا رواية لعن الله الراكب والقائد والسائق. رسول الله لعن منه؟ لعن أبو سفيان ومعاوية ويزيد. في 5-6 موارد اللهم إن هذا يوم تبركت به في عاشوراء، زيات عاشوراء، شو تقول؟ بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. واضح ولا؟ قاعد هني على لسانك، يعني على لسان الله ولسان رسوله. لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتريدنا أن ندخل في طاعة اللعناء. اللعناء يعني يقصد يزيد وأولاد اللعناء، هو أولاد لعناء. لعن يعني شنو؟ يعني مطرود من رحمة الله. هو وهذا مما يدل على سعة علم العباس سلام الله عليه، يعني قاري روايات اللعن. واضح ولا؟ ولا شلون يلعن وهو ما يعرف؟ حتما عنده مطالعة ومعرفة بأن هذا ملعون. من اللي قال له ملعون؟ رسول الله، يعني عنده علم بهالأمور وإحاطة كاملة. واحد ما يتكلم من دون معرفة. الإمام علي سلام الله عليه يقول ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هذه جدا مسألة مهمة. هذا الموقف من العباس يعتبر شنو؟ مواساة للحسين. أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له. إذن العباس مو بس كلام، حتى فعل، يعني طبق المبدأ الذي هو ملتزم به. واضح يا ولا؟ هذا عوامل نجاح شخصية العباس. العباس بعد ننتقل الحين إلى شيء آخر. هذا المبدأ الذي حمله قولا وفعلا أعطى ثمنه على الأرض، أعطى ضريبته على الأرض. لكن كيف نظر إلى هاي الضريبة؟
نظر ليه لصالحه، يعني شنو؟ يعني ولأجل هاي العقيدة أحامي أبدا عن ديني، عن إمام صادق اليقيني، ورفض الأمان وواسى الحسين. هذا كبر في عيون الحسين طبعا. لما شاف تلك المصائب قطعت يمينه قطعت شماله، كيف نظر للمصيبة؟ أكو نظرة إيجابية، هذا بعد درس آخر. النظرة الإيجابية للمصيبة ليش؟ لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة راح يتآكل من الداخل، هذا الألم النفسي والقلق النفسي والحزن هذا راح يقتله من الداخل. ومو صحيح الإنسان يستسلم للحزن هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فلما تنظر إلى المصيبة نظرة إيجابية راح تتلطف النفسية هذه. فلما تنظر للحدث المصيبة على أنه لصالحك أنت راح شوي ترتاح نفسيا. فهو نظر إلى كل المصائب نظرة إيجابية. هذا درس مهم. شوف ابن زياد لعنة الله عليه لما دخل في حوار مع زينب سلام الله عليها، قال كيف، هو نفسه بن زياد يقول كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ فشنو قالت؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة. شوف هاي نظرة إيجابية، واضح؟ هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والقتال وبرزوا إلى مضاجعهم، وسوف يجمع الله بينك وبينهم تحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. تحدي، هذه مو امرأة مستسلمة للجزع، لا، هذا تشوف ان انتصار من تصرة. يقول ما رأيت إلا جميلة، يعني أكو نظرة إيجابية للحدث السلبي، وهذا تساعدك على الصمود أكثر. شوف زين العابدين سلام الله عليه لما طلعوا من كربلاء شاف الحسين بتلك المأساة، تدري صار فيه؟ صارت في حالة جدا عجيبة. تقول زينب سلام الله عليه، تقول لزين العابدين، تقول له يا ابن أخي ما لي أراك تجود بنفسك. الله، يعني وصل الحزن بزين العابدين إلى درجة كاد أن يموت على مصيبة الحسين، واضح هنا؟ فأنت لا تستغرب حتى لو أنت في مصاب الحسين وصل بك الحال إلى هالدرجة، ترى ماكو إشكال، محبوبية فيها، واضح ولا؟ هذول خليه يفتهمون، دول اللي يعترضون على الشعار. قال تقرير ده، تقرير هذا، ما لي أراك تجود بنفسك. مش بسيط هذا، مو مسألة أنت تضرب رأسك قامة وتطلع دم بسيط، هذا لا شيء أصلا أمام هاي الحالة إلا عند الإمام، واضح يا مواضح؟ ما لي أراك تجود بنفسك، إنه عهد من الله إلى أبيك وجدك. زين، إنه سوف يأتي أناس أخذ الله ميثاقهم لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض ويعرفهم أهل السماء. زين، يوارون هذه الجسوم المضرجة والأجساد المقطعة وينصبون علما في الطف لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه. هاي نظرة إيجابية، نظرة إيجابية للحدث. على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا علوا. شو؟ هاي نظرة إيجابية للحدث، واضح؟ مو نظرة سلبية. تقول هذا اللي صار زين، انت شو تقول في سجود السجدة مال زيارة عاشوراء؟ اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابي، الحمد لله على عظيم رزيتي. انت شو تقول؟ تدري شو تقول ولا تقول؟ الحمد لله
دا تشكر الله، يعني نظرة إيجابية للحدث، واضح يا ولاء؟ هذه النظرة مهمة. شوف يوسف الصديق تعرض لبلاءات بس كلها لصالحة، كانت النظرة الإيجابية للحدث هذه تلطف النفسية وتخليك تصمد. إذا تعرف أن هذا الشيء لصالحك تستانس نفسيا، ترتاح نفسيا، واضح ولا لا؟ ألقي في غيابة الجب، مشكلة. بيع بدراهم معدودة في السوق، مشكلة. راح القصر على أنه خادم، مشكلة. سجن 20 سنة، مشكلة. كل أحداث سلبية بس لصالح يوسف. دائما نقول الحمد لله على كل حال، الخير فيما وقع. هذه النظرة الإيجابية جدا مهمة للحدث، واضح ولا لا؟ أي مصيبة تصيدك من الله في سبيل دينك والحمد لله، ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه. العباس شوف بيا حال، قطعت يمينه، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الأميني. قطعت يمينه، أخذ السيف بشماله، قاتل، قطعت شماله، شنو قال؟ يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار. هذه كلمة أبشري يعني شنو؟ يعني نظرة إيجابية للحدث، واضح ولا؟ واضح ولا؟ يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. بس النظرة الإيجابية هذه جدا مهمة، وأبشري أنا رايح الجنة، واضح ولا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، واضح ولا؟ والإمام الحسين يوم عاشوراء قال للأصحاب، منهم العباس، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها، واضح ولا؟ وهم رأوا الجنة ليلة 10 من المحرم، الله الحسين فتح لهم عن باب الغيب ورأوا أماكنهم في الجنة. أكروي. فإذن النظرة الإيجابية للحدث دي مهمة، يعني مو بس يؤمن، يؤمن ويطبق ويتحمل وينظر نظرة إيجابية للحدث، مستانس أصلا. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك يتبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، بطل تورث من أبي شجاعة فيها ألوف بن الضلالة ترغموا، واضح لنا؟ استانس بقتلهم أصلا، ولم يثبت له أحد في الميدان أصلا، واضح؟ فجاءوا له بطريقة الاغتيال، ما صمدوا أمامه. هذا كلها مفاخر. علاوة على ذلك حتى المواساة هذه، لما وصل إلى الماء وكان كبده تتلظى من العطش، هاي المواساة بعد من الدين. أنا بحلل لك المقتل بعدين بروح ليه، أدري أنت مستعد للمصيبة، بس خلنا شوية أهيئك. شوف لما مد يده اقترف من الماء غرفة، أدنى الماء من فمه، أراد أن يشرب، تذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده. شنو قال؟ قال يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنوني،
وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني. شوف رتبع الدين، أنا اللي عندي دين يعني لازم أواسي. بهذا العباس وصل إلى درجة صار باب الحوائج. لما أراد أن ينزل إلى المعركة جاء إلى الحسين قال أبا عبد الله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، الله، وأريد أن أخذ بثني من هؤلاء المنافقين. عزيز العباس هذا العمدة. فقال الحسين أخي عباس أنت صاحب لوائي، أنت كبش كتيبتي، إذا مضيت تفرق جمعي يا الله وتشتت شملي. صاح حسين يا أخويا يا عباس يا نور العين يا تاجي على الرأس، يا أخويا أنت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وأنا أبقى محير؟ ودعه بدموع جارية وزفرات وارية، يقل لو دعت الله يا عيوني نيتكم وحيدي تخلوني، منكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيمي اخويا القوم تفتر ومصيبتا. وعباسا قال له اخي عباس اذا كان كلش ولا بد فاطلب لهؤلاء الصبيه الاطفال قليلا من الماء. شوف العباس متوجه لقضيه انسانيه محضه. يا الله، يقولون اقبل العباس بابي وامي نحو المخيم، 20 طفل طلعوا في وجه العباس ينادون عمه العطش 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 العطش. وجاءت سكينة بالطفل الرضيع، يا الله بيا حال، رأت الطفل الرضيع بيا حال، العيون غائرات، الشفاه ذابلات. وجاءت له زينب، ها تقول لأخوي عباس تضرب على كتفه، تقول أخي عباس أخاف تروح بعد ما ترجع، أخاف تروح بعد ما ترجع من لنا بعدك. ولهذا قالت واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. لم تتحمل نفس أبا الفضل، أخذ القربة تقدم نحو القوم وهو يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر. توجه 4000 شخص هناك متمركزين عند الفرات حتى يمنعون الماء عن الحسين، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. فكشفهم عن المشرعة، ها، ورأى الماء، أحس ببرد الماء. يا الله، يقول الإمام الصادق كان كبد عمي العباس كصالية الجمر من الظما. اغترف من الماء غرفة، أدنى الماء من فمه، أراد أن يشرب، تذكر عطش الحسين وعطش الصبية فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين والد المنون، وتشربين بارد المعين يحاكي النفس يا أنا أفسي تهوني، وجميع الناس في إدوة تروح لحسين، شلون أشرب أخوي حسين عطشان، وسكنة والحرم وأطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مر،
هذا الماء يجري بطون حياة وذوقه قبل جبد حسين. هيهات وضن طفلة يا وين من العطش موت. وضن عمري قرب والعمر قصر ملأ القربة توجه نحو المخيم. فلما عرف ابن سعد بذلك قال للجيش إن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم، اقطعوا عليه الطريق. فاحتوشوه من كل حدب وصوب، ولكن لم يثبت له أحد في الميدان، فجاءوا له عن طريق الاغتيال والكمين، فكمل له أحد الأعداء من وراء نخلة فضربه بالسيف على يمينه فبترها. رحم الله من نادى وعباسا، أخذ السيف بالشمال وهو يقول والله إن قطعتموا يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. أخذ السيف بشماله، أخذ يقاتلهم قتال من عاف الحياة ولم يرد إلا الممات. وكمل له حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه بالسيف على شماله فقطعها. أخذ اللواء إلى صدره وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري. فأصلهم يا رب حر النار، ما علي اليدان قطعتا بس القربة سليمة، ألا وصل الماء للأطفال هو هذا الهدف. لم ييأس العباس بأبي وأمي. فلما كان على هذه الحال جاءت له السهام كالمطر، سهم أصابه في صدره، سهم آخر أصابه في عينه اليمنى، سهم أصاب القرب أريق ماؤها. عند ذلك يئس العباس، يدان مقطوعتان تنزفان دمين، شو سوي وين روح؟ لا ما يوصله، لا يدان يقاتل. بقي متحيرا بهذه الحالة. جاء له رجل من خلفه ضربه بعمود من حديد على رأسه ففلق هامته. رحم الله من نادى وعباسا، ميس وقاف عاف العمر من ساسه، رايد ممات ولا غدر نماسه، فضخة وبعامود الضغاين راسه، طاح ونديا سيد شباب الجنة، طاح وصاح يا أخويا ترى عنك رحيت، يا أخويا عداك هشمة وراسي وعلى الغبرة طحيت، يا أخويا بالجرع لي أظنك معلميت، يا أخويا العدو اشتفى مني وتهني. لما وصل لحسين صوت عميده صال وقاف عنده وبكي على عبيده، عباس عقبك للعمر مريده، شي فيدني ومنك قطعت الظن. يا قمر هاشم يلت شعبه وصافك، يل منك يفر الخصم لو شافك، مفرد يا ابو فاضل. مفرد يا ابو فاضل بقيت خلافك ولمخيمك خيل العده تدن. جاء الحسين رأى العباس بيا حال قطيع اليسار واليمين، مرضوض الجبين مخه منثور على الكتفين، صاح الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت.
عدوي اللي فاهمنا الخيام للعيل قوم حسين صيح بصوت يا عضدي وقعت وين بعد ما شوف دربي يا ضي العين يا خويا الكون كله بعيني أظلم يا خويا بيا كتر طاحن زنودك يا خويا العلم وين وين جودك يا خويا زمان هم يعودك وشمن اللي تشتت بيك يلتم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها